الدين. اشنو هو اللي وقع اليوم بالضبط؟ اللي وقع اليوم هي نظرا لهاد الحافلات ديال النقد الممتاز هي ما ديما مرتبطيش بالقانون ديالهم في هاد البلاد. اشنو اللي وقع اليوم بالضبط؟ اشنو اللي وقع اليوم بالضبط؟ اللي وقع بالضبط هو هاد الطوبيس ما عندوش المسار ديالو في هاد الشارع ديال زنقه بغداد وكيدور ويصول في المدينه كيما بغى. واش بغيتي تقول ما عندوش الترخيص ديالو باش يدوز ما عندوش الترخيص وما كاينش مسؤولين وما كاين حتى واحد في المدينه؟ هاد المدينه لا مسؤولين لا من يحقق معانا. احنا كنتوفوا من الربعه وحنا واقفين هنا من الربعه وحنا هنا حتى واحد ما تسوق لنا شي حل ولا شي حاجه. هاد الناس واش باغين يوكلونا؟ واحد السائق راه حنا دينا للسبيطار عاودوا تتشوفوا على عينيكم. هاد الناس راه اللهم ان هذا منكر يا اخي. وعاس الملك درنا معهم اجتماع بدون نتيجه بالغونه درنا بدون نتيجه. ما كاين حتى الاجتماع بالضبط البارح مع الكاتب العام الكاتب ديال. وعلاش اصفر هاد الاجتماع هذا؟ الاجتماع على المسار ديال الحافله. قال لك ما عندهمش شي قرار على قبل الحافله باش يلتزموا معاه. واخا نشوفوا انا خوش ديال هذاك الطوبيس العام المشكل اللي كاين هو بالنسبه لهذا النقل المتعهد ديال الطوبيس وهو المشكل العويص ديالو ما عندوش كيد شارج ومخالف المسار ديالو. المسار اللي عنده حاليا مؤقتا مخالف المسار ديالو. اثبتوا انه ما عندوش هذا المسار ديالو اصلا بعدا ديال زنقه بغداد. ما عندوش المسار اللي كاين مؤقتا اللي معطيه مؤقت وهو اللي هو مع شارع اسفي ما يمرش من شارع بغداد. المشكل وهو وثانيا هي السلطه اللي كتعامى بغض النظر على هذا الموقف هذا. وهما حاليا من الخمسة ديال العشية وحنا واقفين في هاد الحالة هادي وما بغاش تخاض حقه أي عقوبة تجرية مسؤولة فيها عدة مسؤولين بما فيها لا السلطة المحلية ولا السلطة التنفيذية ولا الأمن الوطني ولا كل حتى واحد ما داير الخدمة ديالو. لهذا لو كان داروا خدمتهم حنا ما غاديش نبقاو واقفين من الخمسة ديال العشية حتى لهاد الساعة هادي. شنو الطلب ديالكم دابا بالضبط؟ الطلب ديالنا حنا فيه كثير. حنا ماشي ضد اولا اصلا حنا ماشي ضد الطوبيس لان الطوبيس صالح المواطن لان كاين المواطن اللي كيمشي فيه اربع المرات خمسه المرات. حنا ماشي ضده. حنا المشكل اللي كاين ضده وهو يحدد المسارات ديالو ويدير العلامات ديالو. وعليكم السلام. ناديه من الساكنه ديال المحمديه. اليوم كنشوفوا واحد الوقفه احتجاجيه ديال الطاكسيات المحمديه. كي كتشوفي هذه الوقفه هذه والطلب ديالكم؟ وكاين مخالفات من الطاكسيات وكاين مخالفات من الحافلات بجوج. كي كتشوفي الحافلات انهم رسلوا هذه الحاله ديال انه قالوا انه راه ما عندوش الترخيص ديالو انه يمر من زنقه بغداد. هما فعلا ما عندهمش البلايك ديالهم. هذه عندهم واحد النقطه خايبه فيهم. وما كيحترموش شويه وعندهم حتى السرعه عندهم الكلاكسون كيجلسوا حدا السبيطارات. هذه مخالفه. والحموله ديال الحموله ديالهم كي كتجيك واش عاديه واش بعض الخطرات كتفوق الطاقه ديالو. كتفوق بعض المرات ملي كتكون الحموله ديالو كثيره واش كطلعي فيه؟ لا كنفضل وكتكوني زربانه ما كطلعيش فيه. كتفضلي الطاكسي. والطاكسي حتى هو من عندي وليداتي ثلاثه بعد الخطاب ما كيبغيش يوقف ليا. ما كيبغيش كيبغي واحد. شنو يعني شنو الطلبات؟ شنو الطلبات ديالكم؟ بالنسبه للنقل علينا كيفضلوا السياح على ولاد البلاد. الطاكسيات حتى هما يا كي يعني شنو الطلبات ديالكم بالنسبه للنقل المحمدي؟ كاين شويه من هادو كاين شويه من هادو. شويه هكا وشويه هكا. هادشي اللي كاين الطاكسيات وباغيين يحيدوا البارت باجاج حتى هما خصهمش يحيدوا لانه ماشي في الصالح ديالنا. خصو يرجع. شكرا نحترموا الراي ديالها. ديال الدراري عندنا الكرارس كندهزو التقضيه كنبغيو نهزو. هذه رساله من مواطنه للطاكسيات ديال المحمديه. هادي
العماله شنو الطلب ديالكم العماله دابا خلنا هاد الفوطانه في البلاد كاينينش المسؤولين مسؤولين الناس راه ما كاين والو هنا في المحمديه يعني الطاكسيات ديال المحمديه غادي اليوم العماله العماله في هاد الليله من اجل المسؤولين قالك غايبين ما كاينينش هنا في المحمديه الاعتصام الاعتصام هذاك ما غنسميوش عماله هذاك ميدان احتجاجيه على 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 الخروقات اللي كيديروا هاد الحافلات اللي ما كرهناش غادي يفصلوهم يديروهم طاكسيات من الاحسن وفي هذه الاثناء يصل تصل عدة مواكب من تاكسيات المحمدية إلى عمالة المحمدية كما نشاهد هنا في الصورة في هذه الأثناء تصل عدة أفواج من تاكسيات المحمدية إلى مقر عمالة المحمدية ليلا في وقفة احتجاجية ضد من أجل عدة ملفات يعني خاص يعني المنافسه تكون شريفه تكون متعادله يعني الطوبيس يدير المسائل ديالو اللي هي قانونيه يدير البلايك ديالو يدير المسارات ديالو محدده مزيان ويلتزم بالمسائل ديالو الطاكسي الكبير يلتزم بالمحطات ديالو عنده محطات ديالو علاش غيبدا يكولي معايا انا في المدينه يدير خدمتي انا الكار كيدور في الزناقي بحال الطاكسي الصغير الكار واش كار ديال 100 بلاصه كيدور كار كيدور في المدينه بحالو بحال في اسيقه صغيورين كيدور فيهم في الكار كيدور في زناقي صغار بحالو بحال الطاكسي نبغيو دابا الساكنه ديال المحمديه ولات كتشوف شبه احتجاجات لاصحاب الطاكسيات نبغيو نطمنوهم ولا نشوفوا اشنو تبلغهم واحد الرساله الساكنه ديال 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 المدينه حنا معاهم وتنتعاملوا معاهم وتنتعايشوا معاهم حنا الناس البسطاء بحالنا دايرين لهم اثمنه مناسبه الناس دايرين لهم حنا من راه الناس كتعرف كاين من دوره فريزيل للمرسى كاينين الناس ديال العماله كاين الناس ديال الضاربه الناس ديال المرسى ديال الحوت الناس ديال المحافظه ديال هذا كنديهم جميع المواطنين كنديهم ب4 دراهم غير كاين واحد النقطه حنا اليوم غادي نفرقوا هذا الاحتجاج ديالنا بناء على التدخل ديال السيد رئيس القسم شؤون الداخليه والسيد رئيس قسم الاقتصاد والاجتماعي للعماله تيواعدونا على اساس ان غادي يكون الحل غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا النقابات ديالكم عندكم اجتماع كاين اجتماع غدا على في عماله المحمديه الاربعاء يعرفوا التوقيت ديالها غادي يكون في الصباح ان شاء الله الرحمن الرحيم شكون هما الناس اللي غادي يحضروا بالضبط حيت هما كيكون هذا المشكل هذا اللي غادي يكون غادي تحضر النقابه ديال الاف دي تي وتحضر النقابه السي دي سي وتحضر النقابه ديال الاو دي سي هذو ثلاثه النقابات اللي غادي يحضروا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا بناء على هاد المطالب اللي طلبنا اليوم في حاله ما غدا لما وعدونا لما فكوش معنا المشكل وكل واحد حنا راه ما ضد حتى واحد حنا مع الطوبيس مع المنافسه غير خصها تكون منافسه شريفه في اطار القانون في اطار القانون واللي عنده شي حق يدي حنا ما حنا الا كنا مخالفين يديروا معنا القانون حنا هذه رساله نوجهها للسلطه We'll be right back.